مؤسسة اجتماعية خيرية تنموية تستثمر النعم بالشكل الأمثل، رسالتها تقديم خدمات اجتماعية متميزة بكفاءات عالية ووضع الأفراد على طريق الاكتفاء الذاتي. فعاليتها مستمرة على مدار العام لشهر رمضان. لك أيضا حصة بنشاطاتها رح نتعرف عليه اليوم مع السيد ساريا حكمة سيروان. رمضان كريم وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا بكم يا مرحبا. يعني نحن مثل ما عم نعرف اليوم كثير من الجمعيات الخيرية اللي تأسست وكان لها بصمة مميزة وخاصة بهذا الشهر الكريم، اليوم خلينا نحكي عن مؤسستكم أو جمعيتكم الخيرية، شو هي الناحية المميزة وشو قدمت؟ حقيقة جمعيتنا هي جمعية حفظ النعمة الخيرية. المشهورة أصبحت الحمد لله في يعني سوريا بشكل عام ودمشق بشكل خاص. طبعا هذه الجمعية معروفة أنه تأسست من حوالي رمضان، والهدف هي العنوان اللي تفضلت فيه هي حفظ هذه النعم يعني التي تكون زائدة يعني عن حاجة الناس بشكل عام. أصبح معروف يعني نشاط الجمعية أنه تقدم حوالي 5 خدمات أو 6 خدمات أساسية، هي موضوع الغذاء يعني الاكتفاء بالنسبة لموضوع الغذاء المسجلين لديها، إما بالوجبات اللي هي السلات الغذائية أو أحيانا خارج شهر رمضان موضوع الأطعمة الزائدة من المطاعم من المناسبات بشكل عام، وفيها كمان موضوع الدواء، تقديم الدواء المجاني لكافة المرضى المسجلين لدى الجمعية. وهناك في دواء نوعي مثل دواء مريض غسيل الكلية، دواء مريض الأمراض العصبية، أمراض الضغط، أمراض السكري. أيضا من خلال قسم الدواء هناك قسم نسميه صدقة العمل، هذا قسم طبي بامتياز يقدم كافة الخدمات الطبية من المعاينات من التحاليل من التصوير من بعض العمليات الجراحية التي يعني تساهم الجمعية فيها بشكل كبير. وأنا بدوري رئيس اتحاد الجمعيات الخيرية لجنة صندوق العافية، فيتابع هذا الأمر بشكل فضل الله جيد جدا. أيضا هناك قسم اسمه قسم الكساء، هذا القسم الفكرة نفسها تماما، بدل أنه هذا الكساء أحيانا جيد بيكون أنه يرمى أو يعني يهمل من قبل كثير من الناس خاصة في تبديل يعني مواسم الصيف والشتاء والأعياد، أيضا عندنا قسم كبير جدا. هذا القسم في توزيع الألبسة الجديدة وبعض الألبسة المستعملة كمان التي هي بحالة جديدة. أيضا في هذا القسم أنشئ حديثا وفي الأزمة عبارة عن معمل، هذا المعمل ينتج إنتاج بكل أنواع الألبسة وفي حوالي شيء 50 مكنة خياطة، وهذا الذي يعني يعملونهم من أصل العوائل المسجلة، بدل أن تكون تبقى دائما في عواز أصبحت منتجة من خلال يعني اتباعها لدورة خياطة طبعا خارج الجمعية، وسنتكلم إن شاء الله يعني سمح الوقت عن موضوع الدورات. هذا القسم قسم كبير جدا يقدم الألبسة لكل المسجلين حتى بما فيهم قسم البدلات العرائس، تعار البدلة لأي زفاف لأي عروس المدة يعني التي فيها يعني مدة العرس، وتقدم بشكل جيد مع ألبسة خاصة للعروسين من خلال تقديم الطلب للجمعية. أيضا يعني يوزع فيه الأحذية، يوزع فيه الألبسة المدرسية بشكل عام في مواسم المدارس، طبعا حقائب المدرسية مستلزمات المدرسية كلها كاملة. بالمناسبة اللي بالأصل قبل الأزمة المسجلين لدى الجمعية حوالي 2000 عائلة، طبعا في الأزمة الآن هن 40,000 عائلة. نعم 40,000 عائلة، أغلب العوائل من المهجرين. عندنا كذلك قسم الأثاث، هذا القسم الذي بالأصل نفس الفكرة تمام التي نؤكد عليها والتي هي عنوان جمعيتنا حفظ النعمة. بدي أسألك كمان عن هذا الشيء، أنه حفظ النعمة عم تقوم الجمعية على هي الفكرة، أنه المحافظة على النعم، كيف عم بيتم العمل على هي الفكرة، وخاصة أنه فكرة جديدة بالنسبة للجمعيات، يعني عم نلاقي أنه الجمعيات عندها تشابه بالعمل التطوعي، أنتوا تميزتوا بهذا الشيء؟ الحقيقة أصل الفكرة هي كانت فكرة مميزة تماما، لأنه قبل أن تؤسس هذه الجمعية
العمل بصراحة يعني بكثير من الجمعيات كان من حوالي 15 سنة عمل نمطي تماماً، يعتمد على الرواتب الشهرية لدى الجمعيات، بعض المسجلين يعتمد أحياناً على المساعدات البسيطة في رمضان، موضوع الألبسة كمان كان موجود، لكن كان الهدر الذي يكون من خلال الموسرين ومن خلال كل ما تحمل أقسام الجمعية من الغذاء والدواء، يعني مثلا الدواء كان كثير من الأدوية تهمل في عيادات الأطباء من خلال النماذج الطبية، ولا يكون من يأخذ هذه الأدوية. عندما قامت هذه الفكرة كان هناك يعني إقبال شديد جدا، يعني أنا بكل صراحة أقول خرج من عيادات كثير من الأطباء كميات، يعني بدها سيارات كبيرة تحمل، يعني إذا اجتمعت بعض العيادات في شارع واحد، ونحن قمنا الحمد لله بهذه الخدمة بأنه نحن نذهب لعيادة أي طبيب أو أي معمل لإحضار الدواء، والدواء إذا يعني حبينا نتكلم عنه هذا الأمر اليوم كمان هو حاجة ملحة، أو مع غلاء الأسعار وغلاء الدواء المتزايد بكل صراحة، فالكميات التي تأتي كميات ليست بكميات سهلة. طبعا لا يوزع الدواء كما يأتي مباشرة، لا، يدخل إلى قسم كامل من حين دخوله إلى حين استفادة المستفيد، والغاية كلها هي أن يحفظ هذا الدواء من التلف. كما كانت فكرة الغذاء، كما كانت فكرة الألبسة، حتى الألبسة احضر يعني إحدى السنوات في قبل رمضان بقليل قامت فكرة أنه الموجود في البيوت من الألبسة أن يعني تكون بشكل مرتب في حقيبة أو كيس جيد ويأتون بها إلى الجمعية. يعني أصبح الموظف عندنا أو الموظفين بشكل عام بذاك الوقت هذا قبل الأزمة، يعني أحيانا يواصلوا الدوام إلى ساعة متأخرة من الليل والألبسة تأتي، وصل العدد كبير جدا. كل هذه الألبسة توزعت، وأعتقد يعني بعض الناس اللي توزعت عليهم قعدت عندهم فترات طويلة لأنه هن بحالة جيدة. لو ما كانت هذه الفكرة كان يعني حتما إما أن ترمى أو يعني يأتي من يتصدقون بها عليهم، أحيانا لا يجدون، يعني بعض العوائل قد ما يصل أحيانا للفقير. فكرة الطعام، فكرة الطعام هي كانت فكرة كثير، يعني إحنا ما أسسنا الموضوع الغذاء قررنا معه مباشرة أن يكون عندنا أجهزة تبريد كبيرة، يعني برادات بالجمعية وسيارات مبردة، سيارات تعمل إلى جلب هذا الطعام، لأنه مصيره أيضا كان التلف وكان يوزع بشكل جيد ولا زال الحمد لله. فهذا الشيء اللي تميزت فيه الجمعية، والآن بالأزمة يعني صار تميز كثير حقيقة، بأنه نحن أحدثنا عدة أقسام، أحدثنا قسم سميناه قسم كفالة الأسرة، خلينا نقول هي الأقسام الحديثة اللي صارت أثناء الحرب. نعم نعم، طبعا جمعيتنا كانت ولله في مساعدة الأخوة المهجرين، كان سواء كان يعني من المسجلين في الجمعية قبل الأزمة، سواء من يعني جرى لهم حال التهجير بخلال ما جرى في هذه الحرب، اللي تسجلوا بالبدايات أول شيء كان يقدم لهم موضوع التأمين، مثلا الفرشات، تأمين البطانيات، تأمين السلات الغذائية. طبعا اللي استطاع أنه يأمن له سكن إما بإيجار أو في مثلا في البداية كان المساجد، نؤمن لهم احتياجاتهم. مراكز الإيواء، يعني الذي يأتي إلى الجمعية يستفيد كان يعني ولا زال طبعا من سلة الغذاء، من الفرشات، من البطانيات، إن كان أخذ يعني بيت إيجار من قسم الأثاث نحاول نقدم له ما نستطيع، أحيانا براد، غسالة، يعني نحاول أن يعني نسد شيء شيئا. يعني طبعا ما بنحسن نقول نحن نحن هنعطيه الحاجة الكاملة، لأنه هذا شيء صعب جدا لا سيما بغلاء الأسعار. أصلا نحن كمان كجمعية، نحن كجمعية كمان تهجرنا من منطقة السبينة، عندنا مكان كبير جدا حوالي 11 دنهم إن شاء الله نعود إليه. هذا المكان يعني من أرقى الأمكنة التي يعني تتبع الجمعيات الخيرية ببنائه بأقسامه المتعددة، فرجعنا لما نحن كمان صار معنا هذا الحال ما توقفنا الحمد لله، وبدأنا نساعد وبدأت تطلع أفكار جديدة كثير،
من خلال الأزمة لمساعدة المحتاجين ولمساعدة الناس يتهجروا حتى من بيوتهم. أهم شيء الناس مهجرة. نعم. والتهجير الحقيقة يعني بالنسبة لهذول الناس مثلا عنده كان دواء دائم ما بيستطيع هذا أنه يشتري، تأمل له هذا الموضوع. الأمور اللي بتتقدم بكل أقسام الجمعية أنا بقول يعني، وهذا يعني من التحدث بنعم الله وهي جمعيتنا لحفظ النعمة، أنه سدت يعني عوز كبير جدا. طبعا مع احترامنا للجمعيات التي يعني كانت مؤسسة قبل الأزمة، وهناك معلوم يعني أنه تأسس جمعيات كثيرة في الأزمة للعمل الإغاثي للعمل التطوعي. هناك أيضا مبادرات جيدة جدا تعمل إلى أو تعمل على يعني مساعدة هؤلاء الناس حتى في الذهاب إليهم أحيانا سواء في المدينة أو في ريف المدينة. طبعا الجمعية كلا سبق بأول بداية التهجير وبداية يعني شدة الأزمة في حمص، فأسست الجمعية مع بعض الجمعيات الخيرية مبادرة سميت مبادرة أهل الشام. هذه المبادرة يعني كانت عنوان إلى تكافل الجمعيات مع بعضها البعض تشاركية، خرج يعني سيارات كبيرة جدا أول ما هي إلى محافظة حمص وبالتحديد منطقة الحوري، كانت يعني الأمر فيها ساخن جدا. من خلال ذلك أيضا بقيت هذه المبادرة مبادرة قائمة إلى الآن وأصبحت جمعية رسمية وتقدم المعونات والإعانات أيضا بكل هذه الأقسام في ريف دمشق. نعم، احكي لنا عن التحضيرات القادمة، تحضيرات العيد. نعم، تحضيرات والتجهيزات القادمة. طبعا في شهر رمضان كعادتنا نحاول دائما أن يعني نبحث عن الشيء الأمثل الذي ينتفع فيه الفقير أكثر من الأمور اللي هي تقليدية، مثلا إفطار الصائم. من حوالي 3 سنوات إلى الآن نعمل على أن نقدم لإفطار الصائم سلة رمضانية خاصة بإفطار الصائم، يعني مو طعام مطبوخ بل هذه السلة فيها الاحتياجات التي يحتاجها في رمضان، ليس ليوم واحد فقط وإنما لعدة يعني أيام. مثلا من السنة قبل الماضية قدمنا صحن في تقريبا كيلو لحمة. طبعا احنا بنقول هذه الكمية انه عنا عدد هائل اللي هو العدد الكبير. في رمضان الحالي قدمنا سلات رمضانية تتعلق بموضوع العون، إضافة طبعا للسلة اللي بياخذها. نحن يوميا تقريبا عندنا توزيع من السلات التي تقدم من منظمة الغذاء العالمي WFP حوالي 1200 سلة يوميا تقدم. مع هذه السلات قدمنا سلة رمضانية فيها مواد تختلف عن المواد الثانية. الألبسة يوميا تقريبا حوالي 120-150 عائلة تأخذ ألبسة من الجمعية حسب الدور ما يأتي إليها. طبعا قدمنا بعض الأمور التي قدمت للجمعية كالتمر، الأمور الثانية التي تتعلق يعني بموضوع الإفطار. أحيانا يأتينا طعام مطبوخ جاهز يوميا من ناس متبرعين، نحن لا نقوم بطبخ الطعام لأن المطبخ عنا كما ذكرت لكم بموضوع التهجير. أيضا توزع هذه حسب ما يأتي إلى الجمعية والحمد لله يعني يأتينا كميات جيدة جدا. نحاول أعود يعني أركز على هذه النقطة أنه نحن نساعد بما نستطيع لمساعدة هؤلاء الناس المحتاجين. نحن بدنا نتشكرك على وجودك معنا وبالتوفيق لك وللجمعية بكل الأعمال الإغاثية وطبعا الخيرية اللي عم تعملوها. شكرا لوجودك. شكرا لكم، كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير.